حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون مين الشخص اللي بيراقبك في السر، او مين الشخص اللي حاطط عينه عليك الفترة دي، او ملاحظك، او بيلاحظ خطواتك، بيلاحظ البوستات بتاعتك، عينه عليك دايما. طيب هنعرف ايه عن الشخص ده؟ هنعرف شخصيته، هنعرف الشخص ده شغال ايه او عامله او مستواه المادي، كمان هنشوف الشخص ده شايفك ازاي، يعني هو بيراقبك كده شايف شخصيتك ازاي او شايف شكلك ازاي. كمان هنشوف الشخص ده عاوز منك ايه. تمام، القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار السبحة. اول قراءة السبحة الخضراء. تاني قراءة السبحة الزرقاء. طيب لو انت اول مرة تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب، بس بقولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. طيب تعالوا نبتدي بأول مجموعة. هنشوف النهاردة الطاقة بشكل مختلف شوية، اللي هو مش عايزين نكتر فيها او نقعد نحكي فيها كتير عشان تبقى القراءة واخدة حقها يعني. تمام، طيب يعني هقولكم كده نبذة عن طاقتكم دلوقتي عاملة ازاي، عايزين نعرف طاقة مجموعة رقم واحد ترى عاملة ازاي. طيب الاس اوف سورد، انت بتفكر ان انت تتخذ قرار في حاجة. تمام، القرار ده انت متردد فيه، مش عارف في يمين ولا شمال، مش عارف تاخده ولا ما تاخدوش، او مثلا محتار بين شخصين، مش عارف الشخص ده او الشخص ده. تمام، عاوز تتوازن، انت نفسك توصل لمرحلة التوازن، لان انت حياتك ما فيهاش توازن ومتردد دايما بين حاجتين، او متردد وحاسس ان انت مشوش في حياتك او مش عارف تستقر في حياتك. مش لازم يكون انت متردد بين حاجتين، ممكن تكون انت متردد ومش عارف تستقر في حياتك. طيب انت بتبحث عن الفرحة، يمكن انت بتدرس في الجامعة ومستني مثلا ان انت تخلص بتقدير كويس، او مستني ان انت تترقى مثلا في شغلك، او ان انت تخش في علاقة ارتباط وزواج ويحصل خطوبة ويحصل فرح ويحصل كلام من ده. انت نفسك حياتك تستقر وتكون في فرحة. في ناس منكم احتمال ان هم لسه داخلين في شغل جديد، او عاوزين يخشوا في شغل جديد، مستنيين ياخدوا القرار اذا كان اوكي ولا لا. طيب كمان شايفة ان في ناس حاسة بحب اتجاه شخص، ممكن الشخص ده يكون من الماضي، ممكن يكون الشخص ده كراش بالنسبة لك ومفيش بينكم اعتراف، صديق ليك بس لكن مفيش بينكم اعتراف. انت حاسس بحب كبير قوي 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 من ناحية الشخص ده، وبتحس دايما ان انت متوازن، ان انت فرحان وان انت سعيد معاه، وبتحس بانجذاب روحي ما بينكم انتوا الاتنين وتواصل روحي دايما. طيب ممكن تكون انت من برج الحمل. او برج الميزان، يا برج الحمل يا برج الميزان. طيب تعالوا بقى نخش في القراءة ونشوف شخصية الشخص اللي بيراقبك في السر ده مين، عايزين نعرفه اكتر. مجموع رقم واحد، عايزين نعرف الشخص اللي بيراقبهم في السر ده. شخصيته عاملة ازاي، طباعه، يمكن انتوا تعرفوه، يمكن لسه متعرفوش قوي، يعني اتعاملتوا معاه مرة او مرتين، مفيش بينكم علاقة قوية، او مفيش بينكم كلام كل يوم مثلا، تتكلموا كل فترة. مين الشخص ده اللي بيراقبك في السر؟ تعالوا نعرف ونشوف يا ترى مين الشخص ده. طيب يعني من اولها كده كارت الستار، الشخص ده شخص طيب من اولها كده الشخص ده شخص انت حاسس ان هو مختلف، او لما بتتعامل مع مجموعة من الناس وبينهم الشخص ده
بتحس ان هو ليه كده طقوس لوحده، ليه حالة لوحده، هو مش زي البقية، هو حاجة مختلفة شوية عنهم. حتى الناس اللي حواليه بيعاملوه بمعاملة خاصة، او هو في حاجة مميزة فيه عن الناس دي، يعني هم عارفين ان هو في حاجة مميزة عنهم. طيب الكوين اوف سورد دي لو بنت، فهي امرأة ناعمة جدا، امرأة ذكية جدا، امرأة رقيقة رقيقة بدرجة كبيرة قوي، يعني عندها رقة كده في التعامل، يمكن صوتها كمان رقيق رقيق. كمان تحس كده ان هي ملكة يعني، او لو هو ولد او شاب فتحس ان هو ملك. طيب كمان الشخص ده هو دايما هتلاقوه فضولي، شخص فضولي عاوز يعرف كل حاجة، عايز يعرف الأخبار الجديدة، لو حد قاله نبذة عن حاجة يبقى وراه لحد ما يعرف الحاجة كلها كاملة. فهو شخص فضولي ودايما مستمر ان هو يغير في نفسه ويجدد في نفسه، مش روتيني خالص، بيحب جدا جدا ان هو يبقى فيه تغيير في حياته عامة. طيب ذا امبرس، الشخص ده جميل جدا شكلا، يعني شكله حلو قوي، امور كده، تحس ان هو شخص جذاب، في حاجة حلوة. لو هي بنت وانت راجل بتسمعني او شاب، فالبنت دي هتحس ان هي اميرة، هتحس ان هي فيها روح الامومة، حتى لو هي لسه ما تجوزتش برضو هتحس ان هي فيها روح الامومة، بتحب ال بتحب الأطفال جدا جدا جدا، يعني هتلاقيها كده بتحب البيت والأسرة، عندها روح الأمومة وتحب الأطفال جدا. طيب الكارت ده طلع في طاقتك انت، ان انت حاسس بحب ناحية حد او حاسس بإعجاب ناحية حد، في حد انت منجذب ليه. نفس الكارت طلع للشخص ده في شخصيته او في صفاته العامة، فالشخص ده برضو حاسس بإنجذاب ناحية حد، تواصل ناحية حد، إعجاب ناحية حد. طيب تعالوا نشوف الشخص ده، هو مش متردد ولكن بيحاول دايما يواصل بين قلبه وعقله، دايما بيحاول كده ان هو يواصل بين قلبه وعقله، يكون قلبه وعقله راضيين عن الحاجة اللي هو عاوز يعملها او اللي هو عاوز يخش فيها. طيب كارت ذا لافرز، انا هنا حاسة لو انتوا اللي بتسمعوني حاسين ان في تواصل روحي بينك وبين شخص، والشخص ده اللي هو انت شاكك ان هو ممكن يكون هو كمان بيراقبك او في تواصل روحي بينه وبينك، فايوه الكارت ده كارت تواصل روحي، وبرده في الطاقه بتاعتك طلع لك التواصل الروحي، فالشخص ده هو متصل بيك روحيا او حاسس بتوافق كبير معاك بدرجه كبيره. طيب الشخص ده في حاجه برده لازم اقولها لكم، ان هو عنده شويه مكر او شوية دهاء عشان يوصل للحاجة اللي هو عاوزها، ما بيقبلش خالص ان هو ما يفوزش بالحاجة اللي هو عاوزها، لازم يكون في فوز، ما عندوش حكاية ان هو يخسر دي خالص، ومستعد انه يخش صراعات، يخش منافسات، يخش خلافات، يخش اي حاجة عشان ياخد الحاجة اللي هو عاوزها، ممكن كمان يخش في توتر، يخش في اي حاجة، المهم ان هو ياخد الحاجة اللي هو عاوزها. احتمال يكون في طاقة منكم انت بينك وبين الشخص ده حاسس بتواصل روحي، ولكن في اختلاف في العقائد مثلا، اختلاف في الجنسية، اختلاف في التقاليد والعادات، في اختلاف بينك وبينه، بس انت حاسس برضو ان هو متواصل معاك روحيا. تمام. كمان يمكن انت حاسس ان مش هينفع يكون في بينكم انسجام في العلاقة بسبب ان في اختلاف بينكم في حاجة معينة، والحاجة دي كبيرة مش صغيرة، يعني جنسية مختلفة، ديانة مختلفة، عقيدة مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة. بس على فكرة الشخص ده قادر ان هو يتخطى كل ده، يعني لو حبك بجد الشخص ده قادر ان هو يتخطى كل ده عشان يوصل ليك، لان هو شخص عادي ان هو يخش منافسة، عادي ان هو يخش صراع، عادي ان هو يخش خلاف من اجل الحصول على الحاجة اللي هو عاوزها. تمام. طيب تعالوا نشوف اكتر. الشخص ده متحمل المسؤولية جدا جدا جدا، ومصاب بالعين او بالسحر، يعني هو دلوقتي يمكن بيمر بأزمة، بيمر بحاجة، او يمكن بيقرب منك ويبعد عنك، وعلاقة اون اوف
وانت عارف ان هو بيراقبك وحاسس باعجابه بيك، ولكن بتحس ان هو بيقرب منك وبيبعد عنك، وده بسبب ان في سحر او في حسد في حياته او في طاقات سلبية حواليه، او في حد عارف علاقتكم او عارف ان هو معجب بيك او بيحبك وبيتدخل بالسلب، سواء بنت او راجل، سواء اللي بتسمعني بنت او راجل، يعني اي حاجة من الجنسين. سواء الشخص ده راجل، فممكن يبقى فيه بنت او شاب معاه بيقول له لا او بيخليه يرجع لورا. تمام. طيب الشخص ده متحمل المسؤولية. التلف وولف هو شايل مسؤولية وشايل حمل كبير قوي عليه. ممكن يكون هو بيصرف على اهله او هو في علاقة زواج، برضو كل واحد على حسب الصفات اللي انا هقولها تعرف اذا كان الشخص ده هو ده ولا لا. فلو انت كل الصفات دي موجودة والشخص اللي انت حاسس ان هو معجب بيك وبيراقبك في السر متزوج، فاه في حمل عليك شديد. طيب كمان الشخص ده بيحب جدا البدايات، بيحب جدا ان هو يخش في الحاجات الجديدة، يخش في المغامرات، يعني هو شخص منفتح على العالم جدا يعني. طيب الناين اوف سورد يمكن يكون في حاجة من طفولته مأثرة عليه لحد دلوقتي، يمكن باباه ومامته اتطلقوا مثلا، او حصل له حاجة في طفولته هي مأثرة عليه لحد دلوقتي ومخليه ان هو دايما في حالة من القلق، دايما في حالة من التوتر، من الحيرة، من الارهاق والارق. يعني ممكن يكون بيصحى من النوم بالليل بسبب ان هو عنده ارق ومتوتر دايما، ومش عارف يحس ان هو مستقر في حياته ويحس بالراحة الجسدية والراحة النفسية الاثنين. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الدلو، برج الميزان، برج الجوزاء، وبرج الجدي، وبرج السرطان كمان، يعني سرطان معانا. طيب تعالوا نشوف الشخص ده شايفك انت ازاي، او هو بيراقبك كده واخد عنك صفات ايه، او واخد عنك معلومات ايه بالظبط. تعالوا نشوف. واخد عنك برضو ان انت بصوا الشخص ده لو هو شخص جديد كليا وعنده نبذة ان انت كنت في علاقة قديمة قبل كده، فالشخص ده حاسس ان انت لسه مكتف نفسك في العلاقة القديمة ومش عايز تشوف الجديد. يبقى نركز، لو الشخص ده صديق ليك وانتوا الاتنين بتتكلموا عادي بس حاسس ان هو معجب بيك وانت كمان عندك احساس ان انت معجب بيه، ولكن هو عارف ان انت كنت في علاقة قبل كده، علاقة خطوبة وخلاص ما بقاش موجودة، او علاقة زواج وانت دلوقتي منفصل، وعارف نبذة عن الموضوع ده، هو حاسس ان انت لسه بتفكر في الشخص القديم، ويمكن ده اللي مش مخليه عاوز ياخد خطوة تجاهك. طيب لو الشخص ده هو شخص من الماضي اللي انا بكلمك عنه دلوقتي ده وقلت لك صفاته، لو الشخص ده ليك من الماضي فهو عارف او حاسس ان انت لسه عاوزه ولسه عاوز ترجع ليه ولسه بتفكر فيه، دي من مراقبته ليك عارف الموضوع ده ان انت لسه بتفكر فيه. يمكن بيراقبك مثلا على الفيسبوك، على الواتساب، وانت بتحط مثلا ستوري، بتحط حاجات ان انت لسه بتفكر في حد قديم وهو الشخص القديم، فبياخد فكرته عن الموضوع بالشكل ده، يعني فاهمين الحتة دي. طيب الشخص ده لو ما يعرفكش خالص، بيتكلم معاك مرة او مرتين، فحاسس ان في يمكن حاجة مضايقاك بس هو مش عارف هي ايه، حاسس ان انت متكتف من حاجة بس هو مش عارف هي ايه، هو عاوز يساعدك. كمان واخد عنك فكرة ان انت شخص قنوع جدا بالحاجة اللي معاك، وصلت لحاجة كويسة، وصلت لحاجة مش كويسة، انت قنوع جدا وراضي نفسيا عن حياتك. كمان الاس اوف سورد هو عارف ان انت يمكن نفس طباعه، ان هو بيحب البدايات، بيحب المغامرات، بيحب الحياة الجديدة، منفتح على العالم، انت كمان زيه، يعني هو خد عنك الفكرة دي ان انت زيه في الحتة دي. طب تعال نكمل. بيشوفك انسان كثير التفكير و بتفكر كتير قوي، بيشوفك انسان حازم قوي مسيطر على حياتك، بني نفسك بنفسك، شخص عطوف جدا على الناس اللي حواليك، بتحب ان انت تساعد الناس، يمكن بتشترك في اعمال خيرية كتير. بيشوفك كمان ان انت بالنسبة للحياة او بالنسبة للناس اللي حواليك الناس بتحبك، يعني هو لامس حب الناس ليك او صحابك عامة ليك،
وانت مصدر فرح للغير، يعني سواء الناس اللي انت تحاول ان انت تساعدهم او سواء صحابك او سواء اي حد، انت مصدر فرح للغير. بيشوفك شخص مغامر وشخص شجاع وشخص برضه ما بيهموش المخاطر من اجل الحصول على الحاجة اللي هو عاوزها. بيشوفك شبهه جدا، او انتوا الاتنين فيكم من بعض، ولكن زي ما قلت لك برضه هو في اختلاف ما بينكم انتوا الاتنين في حاجة. كمان الشخص ده شايفك ان انت بتراقبه او عينك عليه او عندك فضول زيه، هو عنده فضول عليك وانت كمان عندك فضول عليه. بس لو ده شخص جديد كليا فهو حاسس ان في حاجة مضايقاك بس مش عارف هي ايه. لو شخص يعرفك وعارف ان انت كنت في علاقة قبل كده، حاسس ان انت شبهه بس برضه خايف تكون لسه بتفكر في الشخص القديم. لو هو الشخص القديم اصلا فعارف ان انت لسه بتفكر فيه، عارف ان انت لسه عندك فضول تعرف اخباره، عارف ان ده طبعا من كتر مراقبته ليك عارف الاخبار دي، وان انت عاوز ترجع ليه تاني وانه يرجع لحياتك تاني. طيب ممكن يكون انت وهو من برج السرطان جدا جدا، او برج العقرب، او برج الجوزاء. تعالوا نشوف الشخص ده يكون شغال ايه، احتمال شغله يكون عامل ازاي، المستوى المادي، ونشوف بالظبط هو عاوز منك ايه بالظبط بالظبط. يعني تعالوا نشوف الشخص ده شغال ايه. طيب اول حاجة ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة تبع الطب، تبع الاستشفاء النفسي الروحي، ممرض او ممرضة، مثلا صيدلي، دكتور بيطري، دكتور نفسي، استشاري نفسي، اخصائي نفسي، يعني اي حاجة يكون فيها شفاء. تمام. طيب تعالوا نشوف اكتر. اول شخص ده بعيد عنك في المسافة، بيراقبك من بعيد، او مهندس معماري، بيسافر، شغله في سفر، او مهندس اصلا، مش لازم يكون معماري، مهندس او مهندس معماري بالاخص. طيب كمان ممكن يكون شغله بيسبب له القلق والتوتر الدائم والاعصاب اللي بتبقى على طول قافش، يعني اعصابه قافشه بسبب شغله. كمان ممكن يكون شغال ايه، شغال ممكن كوين اوف بنتكلز، شغال تبع بنك مثلا، او بيمسك فلوس، او شركات اموال، شركات صرافة. ممكن يبقى شغال في الذهب، في البترول. يعني انا بحاول ان انا اجيب لكم من شغل كله اللي موجود هنا. كمان هنا شخص بيتكلم كتير، شغلته بتتعمد او الحاجة الاساسية فيها الكلام، ان هو يقنع مثلا العميل، او ان هو يتكلم كتير عشان يشرح مثلا، لانه ممكن يكون دكتور في الجامعة، ممكن يكون مدرس، ممكن يكون بيدي كورسات، فبيحاول ان هو يتكلم كتير طول الوقت عشان شغله بيتطلب منه كده. شغله مميز برضو والناس كلها بتحتاجه، يعني شغله الناس كلها بتحتاجه، مش شغل اللي هو مش مهم، او هو شخص مثلا مش مدي اهمية لشغله. لا، هو مدي اهمية لشغله جامدة، وشغله كمان الناس كتير بتحتاجه، بيبقى مطلوب. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج السرطان، او من برج الجوزاء، او الحمل. تعالوا نشوف الشخص ده عاوز منك ايه بالظبط بالظبط بالظبط. الشخص اللي بيراقب مجموعة رقم واحد عاوز منه ايه؟ طب بالنسبة لو الشخص ده شخص انت انفصلت عنه في الماضي، مش لازم يكون انفصال تام، ممكن تبقى خناقة بسيطة وانتوا كل واحد واخد هدنة مثلا، او انفصال تام يعني ده او ده. فالشخص ده عاوز يرجع لك لان شايل الحمل قوي 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 في بعدك، انت وحشته. عايز منك ايه برضو الشخص ده؟ عاوز منك الاهتمام، او بيفكر ان انت الشخص اللي هتديله الاهتمام باكمل وجه.
بالنسبة برضو للمنفصلين، الشخص ده عنده قناعة تامة ان هو غلط في حقك وانه ما كانش المفروض يعمل كده معاك، وان انت كنت مصدر الفرح والسعادة ليه. عامة الاهتمام دي لكل الطاقات، الشخص ده عاوز منك اهتمام لان حاسس ان انت الشخص الوحيد اللي هتديله الاهتمام. طيب هنشوف اكتر، الشخص ده عاوز ايه؟ بيحبك، حاسس ان هو بيحبك، عاوز يخطفك ويسرقك من كل الناس اللي حواليك وياخدك ليه لوحده، خصوصا الناس المنفصلة، وخصوصا الناس اللي في مسافة وبعد كبير بينك وبينه. عاوز علاقتكم تتزن، ايوه اهم حاجة الكارت ده نزل عشان يبقى كويس قوي. يعني التين اوف بنتكلز يعني علاقة فيها استقرار، الشخص ده عاوز علاقة فيها استقرار، عاوز اهتمام، بس يمكن الاهتمام ده نمبر وان عنده، عاوز يحس باهتمامك بيه، عاوز يحس باهتمامك بيه، او عايز يحس ان هو امتلك قلبك وانت بقيت تهتم بيه. يمكن هو بيشوفك ان انت بتهتم بالناس اللي حواليك كتير فنفسه ان هو حد يهتم بيه كده، فاهتمامك بالناس حببه فيك. ده لو مفيش ما بينكم علاقة اصلا وبينكم كلام قليل قوي. طيب خصوصا الناس اللي هي بعيدة في المسافة او بعيدة ما بتتكلمش مع الشخص ده، الشخص ده عاوزك جدا في حياته، يمكن عاوز يخطفك من وسط كل الناس وتكون ليه لوحده. في هنا علاقات كارما، الشخص ده جايله الكارما بسببك، هو ظلمك وربنا خد لك حقك منه. وكمان السكس اوف بنتكلز برضو عطاء، يعني سبحان الله القراءة كلها ان الشخص ده عاوز منك عطاء، عطاء عاوز منك ان انت تهتم بيه. يمكن حاسس ان انت معجب بيه بس مفيش اهتمام، يعني نفسه قوي ان هو يحس باهتمامك بيه. ليه؟ لانه بيحبك، وكمان شايفك في مستقبله، شايفك التين اوف بنتكلز، شايفك الاسره السعيده معاك، او شايف الاسره السعيده معاك. فالشخص ده بيحبك. الكينج اوف كابس طلعت اول حاجه. طيب ناخد لكم كارت واحد بس عشان الطاقة. بيقول لك شيلدرن زي ما قلت لكم احتمال يكون الشخص ده متزوج ومش عايز يظلم اطفاله، وفي نفس الوقت عاوز يكون معاك فمش عارف ياخد خطوة تجاه علاقتكم. او لو انت متزوج والشخص ده انت انفصلت عنه في بينكم اطفال، فبيقول لك فكر في الاطفال دي، فكر في الاطفال دي وارجع لهذا الشخص. طيب هاخد لكم كارت كمان لان مش كله متزوج ومش كله عنده اطفال. الكارت ده بيقول لك free yourself. free yourself يعني معنى ذلك ان انت متعلق بهذا الشخص، وعشان كده الشخص ده ما بيجيش، او متعلق بشخص من الماضي وعشان كده الشخص ده ما بيجيش. free yourself، حرر نفسك، حرر نفسك من القيود اللي انت فيها ومن التفكير الزائد في حاجة معينة موقفة طاقتك. لازم تبعد تفكيرك عن الشخص ده وتبعد طاقتك السلبية مثلا بالتفكير عن الشخص ده. يعني ايه طاقتك السلبية مثلا؟ يعني مثلا تفكر ان ما بيحبنيش، او الشخص ده في ظروف صعبة بيني وبينه كتير، مش هينفع نكون مع بعض، او الكلام ده كلام ده سلبي يا جماعة، مش هيقرب منكم الشخص. لا بالعكس، فك الطاقة بيه، ما تفكرش فيه، حاول ان انت تفك التعلق، ما تفكرش باي حاجة سلبية تخص الشخص انت عاوزه خالص. طيب ممكن تكون انت او هو من برج السرطان، او من برج، او من جميع الابراج، لان زورلت دي جميع الابراج. طيب انا كده خلصت قراءة رقم واحد، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفوني، وكمان لو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معي على رقمي، رقم الواتساب بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن. تعالوا نخش في مجموعة رقم 2. تعالوا نشوف طاقة مجموعة رقم 2 عشان لو ما انطبقتش تشوفوا طاقة مجموعة رقم 1. طيب احنا نعمل كده،
عشان احنا النهاردة هنشوف الطاقة بشكل مبسط كده، بحيث ان احنا نبتدي في القراءة على طول. و طيب انت في طاقة هيروفانت، يمكن انت بتتعبد الفترة دي، يمكن انت الفترة دي قريب من ربنا، او يمكن انت حطيت زي حاجز بينك وبين الناس، مش حابب ان انت تخرج عن الحاجز ده او الناس تقرب من الحاجز ده. حطيت حاجز كده ومش عاوز ان حد يقرب لك، عاوز تكون لوحدك، يمكن عاوز تدعي ربنا كتير، تتعبد، مستني الشخص المناسب، مستني فرصة كويسة، مستني اي حاجة تكون من عند ربنا. انت دايما باصص لربنا في كل امورك، وبالذات في الفترة دي كان انت زعلان وبتدعي ربنا كتير. طيب تاني كارت، الكارت ده بيقول لي برضو ان انت انت عامل حاجز اوكي، بس برضو بتراقب شخص من بعيد لبعيد، بتبص عليه، عاوز تعرف اخباره، عاوز تعرف هو عمل ايه دلوقتي في حياته، عينك عليه دايما ودايما بتراقبه، دايما لو عنده فيسبوك او عنده اي حاجة بتحاول ان انت تخش على صفحته، الاكاونت بتاعه، وتشوف اي اخباره او اي حاجة، او تسأل ناس عنه، مهم ان تعرف اي اخبار عنه. طيب انت عندك امل في بكرة، عندك امل، مهما مر عليك من حاجات صعبة في الفترة الحالية، يمكن انت الفترة الحالية تعبان قوي او نفسيتك تعبانة قوي، بس برضو عندك امل، عندك امل في التجديد، عندك امل في بكرة ان انت تكون حاجة اللي انت عاوز توصل لها، او توصل للحاجة اللي نفسك فيها، سواء شغل، سواء علاقات، سواء بيت، سواء اي حاجة انت نفسك فيها، انت عندك امل. ورغم ان ممكن يكون نفسيتك تعبانة، ولكن انت بتداري النفسية دي بالابتسامة والضحكة حوالين الناس، تحاول ان انت ما تبينش اللي جواك، تحاول ان انت تبقى مبتسم، تبقى فرحان، مش عاوز يشيل حد همك. في طاقات منكم هي عاوزة ترجع لشخص قديم في حياتها، او بتفكر في شخص قديم في حياتها، مش لازم برضو قديم اللي هو يكون مر سنتين ولا ثلاثة، ومش لازم يكون انفصلت انفصال تام، ممكن يكون الانفصال كان انفصال بسبب مشكلة، بس انتوا الاثنين لسه مع بعض. طيب شايفة كمان طاقات منكم ان انتوا بتعاملوا شخص بشوية غرور، او بتعاملوه بشوية تقل، يعني انتوا معجبين بيه بس مش بتبينوله، وبتحطوا ايديكم على خدكم وبصوا الناحية التانية لو بص عليكم. كمان شايفة في ناس هنا في علاقات، يمكن انت بتأمل في تكوين علاقة أسرية ناجحة، يمكن انت بتأمل ان يكون طب سوري يا جماعة عشان جالي تليفون، سوري نكمل. طيب التين اوف بنتكلز، انت دلوقتي بتفكر ان تكون في علاقة مستقرة، تكون في علاقة فيها حب، يكون فيها اطفال، يكون فيها سعادة، حتى لو انت في علاقة، يعني حتى لو في علاقة مستقرة في حياتك، انت في زواج دلوقتي او في خطوبة مثلا، بس يمكن تكون انت مش راضي عن حياتك دي، نفسك انها تتصلح، نفسك انها تكون حلوة، يمكن يكون في مشكلة بينك وبين الطرف الاخر، فانت تعبان في حياتك ونفسك توصل لمرحلة التين اوف بنتكلز، السعادة الأسرية. طيب يمكن انت برضو بتفكر في شخص هو توأم شعلتك، في بينكم اختلافات، في هارب وفي مطارد، في اون اوف كتير، فانت مش عارف تاخد خطوة معاه، على طول حاسس بتوتر في علاقاتكم انتوا الاثنين، سواء بقى هو معاك في ارتباط، او سواء هو مجرد كراش وشوية بتحس ان هو معجب بيك وشوية بيهرب منك والحاجات دي. طيب ممكن تكون انت من برج ايه؟ ممكن تكون انت من برج الجدي، او برج العقرب، او برج الثور، يعني برج جامد قوي. طيب تعالوا بقى نشوف الشخص ده اللي بيراقبك انت في السر وانت مش عارفه. تعالوا نشوف الشخص ده مين، صفاته عاملة ازاي. مجموعة رقم 2، الشخص ده صفاته عاملة ازاي.
واو، ده أول كارت كده لتوقف في قفص. حلو قوي. طيب ده شخص رزين جدا، شخص عاقل جدا، شخص روتيني جدا، شخص يمكن بيحب يبقى مسيستم نفسه على حاجة واحدة ما يغيرهاش، ما عندوش كده أكشن، ما عندوش حركات، ما عندوش تغييرات، لا هو روتيني جدا. لما يمشي الخطوة يبقى هو حاسب لها قبليها بسنتين مثلا، ما يعملش حاجة من غير ما يكون بيفكر كويس قوي 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 في الحاجة دي. شخص بيحب شغله جدا جدا جدا، نمبر وان عنده الشغل. التو اوف كابس يمكن انت حاسس بتوافق بينك وبين شخص، ممكن يكون الشخص ده صفاته مختلفة عنك بس انت حاسس ان انت روحيا متوافق معاه. ده اللي هو توأم شعلة. طيب الفور اوف كابس هو شخص مغرور شوية في حاله، شايف نفسه شوية او تقيل، يعني اللي هو ايه، يحسسك ان هو معجب بيك وبعد كده لا، وشوية يحسسك وشوية لا، بيخاف يتكشف. ناين اوف كابس هو شخص بيحب جدا جدا التوافق والسعادة والرضا والسلام في حياته، ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش الصراعات، ما بيحبش يخش في خلافات، التوتر، منافسة، اختلافات، اي حاجة ما بيحبش الكلام ده، وعايش حياته في سلام وعاوز يفضل في سلام، ما بيحبش التوتر او المشاكل اللي فيها توتر وقلق والكلام من ده. إذا طول ممكن يكون الشخص ده كان متزوج وانفصل، أو هو متزوج وفي خلاف كبير بينه وبين الشخص اللي هو متزوجه، سواء بنت أو ولد، أنا بتكلم على الاتنين. الشخص ده بيصرف على أهله، يمكن هو كبير عيلته أو كبير إخواته، بيصرف على أهله، مهتم بيهم جدا جدا جدا، مهتم ببيئته بأصله وبلده اللي هو متربي ونشأ فيها، بالشارع بتاعه، بالناس القديمة اللي كانت في حياته، هو منتمي ليهم جدا جدا وما يحبش إن هو ينساهم. طيب السيفن أوف وانز هو شخص بيركز جدا جدا على الحاجة اللي هو بيفكر فيها، ما بيحبش تشتيت أفكاره، ما يفكرش في كذا حاجة مرة واحدة، يفكر في حاجة معينة هي دي اللي يفضل مركز فيها لحد ما يخلص الحاجة دي. يعني لو شغال ما يعرفش يشتغل ويعمل حاجة تاني أو يعمل حاجتين في شغله مع بعض، لا هو بيدي لكل حاجة قدرها. الفايف اوف كابس برضو انا شايفه ان الشخص ده مر عليه حاجات كتير في حياته صعبه، ازمات، مشاكل، اختلافات بينه وبين اشخاص، والاشخاص دول هو بعد عنهم خالص، من عندي وجود اشتباكات وجود اختلافات تاني معاه. ليه؟ لان زي ما قلت لك هو ما بيحبش المشاكل خالص، الشخص ده بيحب يعيش حياته في سلام، فاي حد يجيب له مشاكل هو بعيد عنه، ما بيحبش انه يكون معاه، ما بيحبش انه يكمل معاه علاقه، سواء ارتباط او سواء الشخص ده بالنسبه له صديق او ايا كان، هو بيحب يريح دماغه خالص. طيب ده تعبان جدا الشخص ده، يمكن مستواه المادي كويس جدا وشخص طموح بدرجة كبيرة قوي. الشخص اللي بيراقبك ده احتمال كبير قوي يكون من برج ترابي. ترابي، مش عارفة ليه حاسة ان الشخص ده من برج ترابي، مع ان في تاني طاقات تاني، بس انا حاسة ان الشخص ده برج ترابي. طيب كمان الشخص ده زي ما قلت لك هو طموح جدا جدا، يمكن كمان يكون عنده سلطة، مستواه المادي كويس، عقله عقلاني جدا ولكن مرن، يعني هو عقلاني جدا، قراره دايما نابغ من فكره، من عقله مش من قلبه. تمام، عنده حدس قوي، عنده روحانيات عالية، عنده تواصل بالاشياء اللي حواليه، بيحس بيهم جدا، اي حاجة يعني، سواء مثلا عنده قط هو ممكن يبقى عنده تواصل معاها وبيحس بيها وعارف هي بتحس بايه، بيحب حد هو عنده تواصل معاه وحاسس بيه، والدته، والده، اخواته، بيحس بكل الناس القريبين من قلبه او الناس اللي في قلبه عامة. طيب هو شخص عنده استقرار، مستقر في حياته، عنده حكمة، عقلاني جدا جدا الشخص ده، يعني انت اللي هيميزه بالنسبة لك عقله، وعقله ما شاء الله عليه. طيب في حاجات حصلت له في الماضي، يعني احتمال يكون الشخص ده منفصل عن علاقة قبل كده، زواج او خطوبة، انفصل عنها خالص. طب تعالوا نشوف الشخص ده شايفك ازاي، او هو بيراقبك كده كتب عنك معلومات ايه في عقله، خد عنك معلومات ايه. يمكن عارف ان انت كنت منفصل
عن شخص قبل كده، او لو ده شخص كنت معاه في علاقة فهو عارف ان هو وجع قلبك، او ان هو ظلمك، وان انت موجوع قلبك منه قوي. لو ده ما كانش معاك في علاقة وده شخص جديد كليا، كراش جديد، فالشخص ده عارف ان انت يمكن كنت في علاقة وتوجع قلبك، او انفصلت عن الشخص ده بوجع قلب. طيب الشخص ده بياخد عنك معلومات ايه؟ ان انت شخص محترم جدا وعامل حدود بينك وبين الناس، ماشي بتعليم دينك، ماشي بتقاليدك، بمعتقداتك، بتربيتك، عارف الصح وعارف الغلط، عارف الحرام، عارف الحلال. بياخد عنك معلومات ايه كمان؟ عارف ان هو ان انت شخص جميل قوي شكلا، هو منجذب ليك شكليا جدا، حاسس ان انت امور، لو انت بنت حاسس ان انت امبرس، امبراطورة، فيكي كل صفات الانوثة. كمان شايف ان انت ملامحك حلوة قوي، وشايفك كمان ام. كمان شايف الشخص ده ان انت شخص غامض، او يمكن انت كمان اون اوف معاه، هو اون اوف معاك وانت اون اوف معاه. شايف الموضوع ده جدا فيك، ان انت غامض وفي حاجات يمكن هو ما يعرفوش عنك ونفسه يعرفها. كمان شايف ان انت شخص عندك امل في بكرة، ودايما ماشي ورا طموحك، ورا مستقبلك. كمان عارف ان انت شخص بتجيد التحدث، وشخص لبق، شخص قوي واثق من نفسك، وعندك كاريزما وعندك حضور. كمان الشخص ده منجذب ليك جسديا، يعني جسديا جدا وشكليا جدا. كمان عارف عنك ان انت لما بتعوز حاجة بقى بتركز فيها قوي زيه بالظبط. بيشوف فيك برضو حاجات كتير حلوة. زويله فورشن كارت عجلة الحظ، يعني يمكن هو شايفك ان من الحظ ان اتعرف عليك وان انت دخلت حياته. هو لسه بيستكشف فيك وعاوز يستكشف اكتر فيك من خلال مراقبته ليك، عاوز يعرف اكتر معلومات عنك اكتر، ويركز معاك اكتر. هو لسه مستكفاش على فكرة بمراقبته ليك. شايفك ان انت انسان مثقف، يمكن تكون انت بتقرأ وهو عارف الموضوع ده، او بتكمل دراسات عليا، او شاطر في دراستك، بتاخد كورسات بجانب شغلك، يعني ايا كان هو حاسس وشايف ان انت شخص مثقف. طب لو ده شخص كان من الماضي، فالشخص ده عارف ان انت لسه بتفكر فيه ولسه عاوزه. ده بالثقة دي منين؟ مش عارفه، بس هو شايف ان انت لسه بتفكر فيه ولسه عاوزه، او حاسس من جواه كده، لان هو انسان حساس، او بيحس بالناس اللي في قلبه اللي بيحبهم. طيب كمان السيفن اوف سورد، هو شايفك ان انت يمكن لو عاوز حاجة بتاخدها، بتفكرش تاخدها ازاي او بطريقة ايه. الحاجة اللي انت عاوزها بتوصلها، بتعمل حيلة توصلها، بتتكلم مع حد عشان تاخد الحاجة دي بالحسنى، بتوصل للحاجة اللي انت عاوزها مهما كلفك الامر. ممكن تخش في خلاف مع الشخص اللي قصادك عشان تاخد منه حاجة من حقك او حاجة انت عاوزها. ممكن توصل ان انت تعمل اي حاجة، حيلة، تعمل تفكر في اي حاجة عشان توصل للحاجة اللي انت عاوزها. هو عارف عنك كده ان انت شخص ما بتستسلمش خالص. طب اقول لكم الابراج اللي طلعت، وبعد كده نشوف الشخص ده شغال ايه. ممكن يكون الشخص ده من برج الثور، او من برج الجدي، او انت كمان لان دي طاقتك وطاقته، او من برج الاسد، او من برج العقرب، او من برج الحوت، او من برج العقرب تاني، الميزان والثور، انت او هم، والجوزاء. طيب تعالوا نشوف الشخص ده ترى شغال ايه، والشخص ده بالظبط عاوز منك ايه. بيراقبك وبياخد عنك وبيكتب معلومات عنك، كل ده بهدف ايه. عايزين نعرف الشخص ده شغال ايه بالظبط. تمام كده. الشخص ده ترى شغال ايه بشغل بيتطلب منه التركيز الدقيق، يعني ممكن يكون دكتور، جراح،
ممكن يكون بيشتغل حرفة يدوية بتتطلب منه التركيز، حاجة خطر، بيشتغل على ماكينة أو بيشتغل على حاجة يكون فيها مركز قوي، بيشتغل مثلا مدرس ولازم يقول المعلومة بتركيز، أو دكتور جامعة ولازم يقول المعلومة بتركيز قوي، شغل بيتطلب منه التركيز والدقة، أو شغل بعيد، سفر على بحر مثلا، أو شغل بيدي الناس فيه استشارات أو بيديلهم حاجة، لأن ده كارت عطاء. كمان الشخص ده ممكن يكون شغال ايه، ممكن يكون هو صاحب العمل اللي هو شغال فيه، أو مدير شركة، يعني شغال مدير وتحتيه ناس، أو هو صاحب المكان أو صاحب الشركة، تمام. وبرضه شغله زي مجموعة رقم واحد، الناس بتطلبه كتير، يعني شغل الناس بتبقى عاوزاه كتير، تمام. فده الشغل اللي طلع قصادي دلوقتي. ممكن يكون الشخص ده من برج الحمل او برج السرطان. تعالوا نشوف الشخص ده بقى بالظبط عاوز منك ايه بالظبط كده. مجموعة رقم اتنين، الشخص ده يا ترى عاوز ايه؟ ده هو توأم شعلة فعلا، هو متعلق بيك وفي نفس الوقت بيبين لك التجاهل. الشخص ده متعلق بيك، نفسه ان هو ياخد خطوة معاك، تفوز دي بداية فيها تهور شوية، بس برضه بيبين لك التجاهل. طيب وبعد متعلق بيك، الشخص ده هيحس بحب من ناحيتك وعايز يركز معاك اكتر ويعرفك اكتر، عايز يعرف جواك اكتر من براك. الشخص ده بيحبك جدا، يعني عاوز منك ايه وبيحبك. الشخص ده بيحبك، ممكن تكونوا انتوا زملاء في العمل على فكرة. الشخص ده عاوز منك ايه؟ هو بيحبك، متعلق بيك، سواء بقى هو كراش، سواء هو منفصل عنك، سواء ايا كان، هو متعلق بيك، حاسس بحب من ناحيتك، عاوز يركز معاك اكتر، او مش راضي ان هو يبعد تفكيره عنك وتركيزه عنك، عاوز يعرف اللي جواك اكتر من اللي براك او اللي ظاهر للناس. مشتت ومحتار شوية ما بين امر ان هو يتقرب منك ولا يفضل زي ما هو بعيد، لكن بيراقبك ومركز معاك، متعلق بيك ونفسه ياخد خطوة البداية معاك، ولكن بيتعامل معاك بتجاهل. طيب تعال نشوف هل هياخد خطوة بقى الشخص ده. هل الشخص ده هياخد خطوة ويتكلم معاك بعد المراقبة وبعد التركيز ده كله، وبعد احساسه بالحب من ناحيتك؟ هل الشخص ده هياخد خطوة؟ هياخد خطوة وهيتراجع، يعني يشوفوا انتوا، هياخد خطوة وهيحس ان هو كده خلاص اتكشف، هيتراجع شوية بعدين هيبتدي ان هو ياخد خطوة بقى قوية، يعني هيلمح، هيحس انه اتكشف، هيتراجع، هيحس ان مفيش مفر ان هو لازم يتكلم، ده خصوصا لو ده ولد هيتكلم بقلب جامد، الكينج اوف وونز، شوفوا اسد، هيخش بقى في الموضوع بقلب جامد. طيب عاجبه فيك جدا ان انت شخص محترم وعامل حدود بينك وبين الاشخاص التانية. طيب تعالوا نشوف كارت من كروت ال، طيب تعالوا ناخد كارت من كروت الرومانس، رسالة ونصيحة ليك. بيقول لك هانيمون، شهر عسل، او ان الشخص ده يعني ان شاء الله توصلوا معاه لدرجة انزواج ويكون في بينكم ايام كويسة، او شهر عسل او حاجات زي كده، حلو قوي. طيب ممكن تكون انت او هو من برج الاسد، برج الحمل، برج الثور، برج السرطان. برج الثور معانا كتير النهاردة مع انه ما بيطلعش كتير، اكيد حد ثور بيتفرج علينا هنا. برج الحمل تاني بس كده. طيب انا كده خلصت القراءه النهارده، يا رب تكون القراءه عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو انت اول مره تشوفوني، ولو حد عاوز قراءه مدفوعه يتواصل معايا على رقمي، رقمي الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.